عدنا إليكم مجددا مشاهدي قناة شوف تيفي على الهواء مباشرة في بلاطو التحليلي لبرنامجكم في الطريق إلى الكان. الديربي المغاربي انتهى قبل قليل لصالح المنتخب التونسي أمام المنتخب الجزائري، انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف واحد. يحضر معي دائما رضوان العلالي المحلل الرياضي للقناة والناقد الرياضي محمد المغودي. في البداية بطبيعة الحال رضوان، يعني المباراة اللي كانت مثيرة، مباراة اللي كانت فيها حضور قوي خاصة على المستوى الجانب البدني، يعني شنو تقدر تقول لنا كقراءة تقنية للقاء؟ صراحة الهزيمة ديال المنتخب الجزائري كان غير متوقعة بهذا الشكل وبهذا الأداء ديال المنتخب الجزائري، إلا أننا شفنا القوة ديال المنتخب التونسي اللي أبان على مؤهلات ما شفناهاش في المقابلة الأولى. كنظن أن الأمور أصبحت جميع الأوراق أصبحت دابا ما واضحاش، خصوصا بعد الفوز بعد المقابله ديال السنغال مع زيمبابوي. يمكن لنا غادي نحكموا على شكون هما الفروق وتكون عمليه حسابيه. كنظن كون فاز اليوم المنتخب الجزائري كان غيكون كيف قلت 80% وضع الرجل ديالو في الدور الثاني، الى انه كانت الهزيمه كل شيء رجع ثاني من الصفر. المهم على العموم شفنا مقابله تقنيا لا باس بها من ناحيه تقنيه، شفنا التعب خصوصا المنتخب الجزائري اللي في الشوط الثاني ما قدرش يسير المقابله بنفس النهج وبنفس الريتم. المنتخب التونسي كانت عنده واحد العزيمه واحد الاراده قويه وشاهدناها في اللاعبين، مما جعل الفريق انه يكون اكثر حماسا من المنتخب الجزائري وفاز بالمباراه وحصل 3 نقاط. للاسف المقابلة الأولى ديالو ما كانش يستحق صراحة ينهزم بهذيك الحصة. على أي بعد المباراة ديال اليوم يمكن لنا توضح الأمور بالنسبة لهذه المجموعة. نعم المغودي، يعني بخصوص المباراة، يعني لاحظنا خلال اللقاء واحد انتقاد كبير من طرف اللاعبين، لا من المنتخب الجزائري ولا المنتخب التونسي، خاصة من بعد الإعلان عن ضربة جزاء. المنتخب التونسي كان كيطالب بورقة حمراء للمدافع، وفي الوقت اللي كان احتجاجات المنتخب الجزائري، في نظرك تشوف أن الحكم قدر أنه يسير اللقاء بشكل جيد؟ سي رشيد، غير الجانب التقني عند السي العلالي والجانب التحكيمي عند السي موجه. انا اللي يمكن لي نقول لك على المقابله هو ان المنتخب التونسي اليوم بالاداء اللي كان به اليوم كيأكد ان هناك تصاعد في المستوى، وكيأكد بان الجوله الثانيه اللي كانت عنده في المقابله الاولى امام السنغال، لان كان عنده جوله ثانيه ساحره جدا وقدم اداء ممتاز، وترجموا اليوم ان المستوى ديالو في تصاعد. وكيبين ايضا ان المنتخب الجزائري منتخب ديال الفرديات، منتخب ديال النجوم، وليس منتخب ديال المجموعه. بالمقابل المنتخب التونسي كيبين بان اليوم اشتغل بشكل جماعي بقوه جماعيه وحقق النتيجه، وكان في مستوى عالي جدا الى درجه انه كان متفوق حتى بدنيا على المنتخب الجزائري. والمنتخب الجزائري بان ايضا حتى على مستوى الاداء ديالو بان بان هناك تفكك كبير، وهناك تفكك كبير بين عناصر المنتخب الجزائري، وهذا يرجع بالدرجه الاولى الى انك نقول ربان المنتخب الجزائري ليس في مستوى انه يروض هاد النجوم ديال المنتخب الجزائري. اللي عجبني اكثر في الجماعه كذا، وهذه اشاره ايضا، ونتمنى من اللاعبين ديال المنتخب المغربي يكون شافوا هذا الشيء، ان المنتخب التونسي انهزم في المقابله الاولى واستطاعوا انهم يصدموا الناس ديال المغرب العربي الكبير وديال افريقيا انهم يتغلبوا على المنتخب الجزائري. نتمنى من المنتخب المغربي يشتغل ويعمل في المقابله ديالو ديال غدا بنفس العقليه، بنفس الروح القتاليه، ماشي الروح الوطنيه. وهنا غنفتح واحد القوس، وناشد المغاربه ما يبقوش يجردوا هاد اللاعبين من الروح الوطنيه. لا مزايده بيننا في الوطنيه، راه كلهم ولاد الوطن وكلهم كيبغوا الوطن، ولكن كنقول بروح جماعيه وبروح قتاليه باش يكونوا ايضا في مستوى، ونحاولوا ايضا يردوا لنا الامل غدا في المقابله ديال الطوغو. حتى النقطه اللي نقدروا نسجلوا بخصوص اللقاء، نقدروا نقولوا ان اللاعب المحلي، حيت اللاعبين المنتخب التونسي معظمهم من لاعبي البطوله التونسيه، تغلبوا على اللاعب المحترف خارج الديار خارج افريقيا. هاد السي رشيد، هاد النقاش غيتخلق في المغرب، خاصه اذا مشينا وتتقصينا في الدور الاول، غير تخلق بان لاعبين ديال البطوله المحليه خصنا نعطوهم فرصه لان اقوى من اللاعبين المحترفين خارج المغرب. انا شخصيا كنقول
المنتخب المغربي مفتوح امام لاعب امام اللاعب الجاهز سواء كان داخل الدوري المغربي او خارج الدوري المغربي. وكنقول بان البطوله المغربيه ليست قويه بالشكل ديال القوه ديال البطوله التونسيه. وكنقول ايضا بان داخل البطوله المغربيه ان اللاعبين المتفوقين المتالقين اللي كيخرقوا الفريق هما اللاعبين الاجانب وليس لاعب البطوله الوطنيه. راه ما عندنا شيء في الفرق الوطنيه شي لاعب الان اللي كيستطيع يخلق الفرق الا باستثناءات قليله ما استطاعش تشكل لنا المنتخب بالشكل اللي خصني يكون عندنا المنتخب. حذاري باش نسقطوا تونس عندها فرق والدليل على ذلك هي المشاركه ديالها على مستوى القاره الافريقيه. في حين احنا المنتخب الفرق الوطنيه ديالنا راه ما عندهمش شي مشاركه كبيره باستثناء من 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 الفرحه ديال فريق الرجاء الرياضي اللي لعب المقابله ديال نهايه البطوله العالميه ما كانش شي فرحه. الا وصلنا للفريق الوداد الرياضي كان غادي معنا مزيان ولكن كنشوفوا الهزيمه اللي كانت عنده في نصف النهائي هزيمه اللي ما كانتش مقبوله نهائيا. وبالتالي ما نكذبوش على ريوسنا البطوله الوطنيه انا شخصيا كنقول ضعيفه وما بقاوش عندنا ديك اللاعبين اللي كانوا في ديك المستوى اللي يقدر يخلق الفارق. والله اعلم انا كنقول هذا رايي ويمكن رضوان العلالي عنده غادي يكون افضل مني في التقدير. نعم نرجعوا مع المباراه خاصه في الجوله الثانيه اللي عرفت ثاني تسجيل الهدف في الدقيقه 50 المساكني حاول انه تمريره عرضيه من داخل مربع العمليات ديفيات الكره دخلت في الشبكه ربما خص يعني الاوراق ديال الجزائر يعني يعني ما كيف ما كهدف ما كانش منتظر وبعثرات الاوراق ديال اللاعبين. لا هو من ناحيه الاهداف هي كانت منتظره بان احنا شخصيا كنا كنتظروا ان المنتخب التونسي في اي لحظه غادي يسجل خصوصا انه في ربع الساعه الاولى انه كانت في البدايه فرص المنتخب الجزائري ولكن بالتالي كان المنتخب التونسي اكثر جراه وبين على انه قادر للوصول شحال من مره للمرمى ديال المنتخب الجزائري. وبالتالي من الفوز ديال تونس اليوم ما جاش يعني عبثي بالعكس جاء عن طريق واحد العمل وتقديم مباراه جيده عموما يعني من الناحيه التقنيه ولا من الناحيه التكتيكيه. حتى المنتخب الجزائري انا اظن بان حتى العياء اثر شيئا ما هو حتى اختيارات ديال المدرب. انا شخصيا اتساءل لماذا السوداني بقى جالس ذاك الاحتياط ممكن انه التعب وبغى يحتفظ به الى ان غير يحتفظ به حتى لين ما دام تحتاج الفريق منهزم بهدفين لصفر وكان المنتخب الجزائري في امس الحاجه الى لاعب له فرضيات خصوصا وان اللاعب محرز كان غائب في الجوله الثانيه يعني كان غائب وما لقاش محرز ما لقاش معاه من يتجاوب. واللي زاد قتل المنتخب الجزائري هو عدم جاهزيه او يعني او ما كانش في نهاره سميتو يعني حتى في البوست تبدل لي يعني في اللقاء ما تكونش لا ماشي في ماشي في البوست لانه لا اللاعب ديال بورتو سميتو سليماني ابراهيمي ياسين ابراهيمي ياسين ابراهيمي يعني لاعب عنده فرضيات ويجيد كيجيد الاختراع الى انه اليوم غاب واش بالحراسه اللاصقه ديال المنتخب التونسي او بالقوه ديال الدفاع ديالو ما قدروش يخترقوه ولكن المستوى ديالو مع العموم هو ورياض محرز ما كانش في المستوى. وانا شخصيا لاحظت او سجلت يعني اخطاء تحكيميه في حق المنتخب الجزائري هو تواجد جوج ضربات الجزاء قام بهم نفس اللاعب مع نفس اللاعب عبد النور مع سليماني جوج المرات هو تيقوم باخطاء كيستعمل اليد ديالو خاصه في كرة الثابته واحد في واحد في الشوط الاول واحد في الشوط الثاني يعني انا كنقول انا هذا رايي شخصي كانوا جوج ديال ضربات الجزاء يعني اللي ديال المنتخب الجزائري الى انه على العموم بغض ضربات مثلا بغض النظر على ضربات الجزاء عطاهم الحكم او ما عطاهمش الاداء ديال المنتخب الجزائري اليوم ما كانش في ذاك المستوى اللي كنا متعودينه. كنظن ان المنتخب التونسي عرف كيفاش يسجل انه استغل الفرص اللي تحت له عبر تسجيله هدفين وكان بامكانه انه يزيد الهدف الثالث والرابع لانه تحت له فرص. وكنظن ان المنتخب التونسي واخا الفوز ديالو اليوم خصنا ننتظروا النتيجه ديال المقابله ديال زيمبابوي مع السنغال عاد يمكن لك تقرا تكهنات ديال المباريات المقبله. لحد الان المنتخب التونسي
بحاله بحال المنتخب الجزائري، فريق بسيط يعني، لانه باقي عندهم مباريات، باقي غتكون عندهم مباراه قويه. كنظن انه المنتخب التونسي ما نظنش انه غادي يفرط في ثلاث نقاط اخرى الا بغى يضمن التاهل ديالو للدور الثاني. ونفس الشيء بالنسبه للمنتخب الجزائري، خصو ينتصر ويتسنى. نعم، فالتفاعل الجماهير المشاهدين المتتبعين في الصفحه الرسميه لقناه شوف تي في للمغاربه والجزائريين والتونسيين، يعني كيهنئوا بعضهم البعض على الروح الرياضيه ديال اللاعبين، رغم كان بعض الشنآن يعني في امور جميله كتشوفها في الجمهور اللي ناضج واللي كيعرف انه ولا كيوصل انه كيتقبل الهزيمه، كيتقبل الفوز، يعني الامور اللي هي كتعبر عن الروح الرياضيه. في نظرك كتشوف يعني واش المنتخب المغربي قادر على انه رغم الهزيمه في المباراه الاولى انه يقدر يحقق المعجزه ويفوز على المنتخب الطوب؟ انا ديما السي رشيد كنقول لك انا ما نقدرش نتوقع، ولكن كنتمنى وكندعي كادعو الله كباقي المغاربه، لان احنا في واحد الوضعيه ديال البؤس على مستوى النتائج، هذا واقع. وكنقولوا بان الفريق الوطني المغربي الا مشى مزيان راه ماشي غينقدنا من النكسه اللي كاينه فيها الكره القدم الوطنيه، ما غينقدناش من التخلف اللي عندنا في كره القدم الوطنيه، ولكن على الاقل غادي يخلق لنا واحد النوع مع الفرحه، ويمكن نستغلوا هذه الفرحه اللي تاهلنا ومشينا مزيان في استثمارها في تصحيح مجموعه من الاختلالات اللي كتعرفها كره القدم الوطنيه. انا ما اتمناه الان كمغربي، كنقول على ان المنتخب المغربي يدخل هذه المقابله بهذه الروح القتاليه والروح الجماعيه اللي شفتها عند المنتخب ديال تونس. يعني الناس داخلين باش يجيبوا ثلاثه نقاط باش يفرحوا الجماهير التونسيه، حنا بغيناهم حتى هما يدخلوا ويتقاتلوا باش يفرحوا حتى هما الجماهير المغربيه. راه الا بغيت نقولها بواحد اللغه فيها شويه ديال المبالغه، توحشنا نبكيو بالفرحه، دابا كنبكيو عا بالفقصه عا بالحزن، ولكن توحشنا نبكيو بالفرحه حتى حنا نشوفوا المنتخب المغربي ربح، ونشوفوا المنتخب المغربي بديك القتاليه، ونشوفوا المنتخب المغربي بديك العقليه الجماعيه والروح الجماعيه، ويعطينا نتيجه مفيده. ما كيهمناش الخلافات ديالنا مع الناس ديال المكتب الجامعي، لا ابدا، ما كيهمناش الحساسيه ديالنا مع خلافات مع ناس اخرين في كره القدم الوطنيه، ولكن حينما يتعلق الامر بالنشيد الوطني وبالعالم الوطني وبالمنتخب الوطني ما كتبقاش الحساسيه. ما نكرهوش غدا المنتخب المغربي يربح وتحنا نباتوا فرحانين، وما نكرهوش المنتخب المغربي ايضا في المقابله ديال كوت ديفوار يربح ونبقى فرحانين، لان محتاج لديك الفرحه، الكره المغربيه محتاجه لديك الفرحه، لان بالمسيرين اللي عندنا في كره القدم الوطنيه لا على مستوى الجماعه لا مستوى الانديه الوطنيه، راه نقولوها راه اسوء مرحله في التسيير عرفتها كره القدم الوطنيه هي دابا، لا على مستوى الجماعه لا على مستوى الانديه الوطنيه، الانديه الكبرى وما عندهاش مسيرين في المستوى، يعني كنتائج ما كاينين لا على مستوى الانديه ولا مسيرين، تلك العقليه الاستراتيجيه ما بقاش عندنا بحال حجم كوار، ما بقاش عندنا بحال دوم الله يرحمه مسكين، ما بقاش عندنا هاد الاسماء، حتى كيخرج لك شي واحد ما عنده لا علاقه بالكره ولا هم يحزنون، وتا هو كيحبس لك فرقه كبيره وكيجي لك على الظهر ديال الفرقه، وتا هو كيبقى يقلب على المناصب ويقلب على شي حاجه الكره. دونك حنا الامل ديالنا في المنتخب المغربي على الله يفرحنا غدا ويفرحنا نهار الماتش ديال كوت ديفوار يبقى غادي مزيان، باش ننساو شي شويه هاد البؤس اللي عندنا الان. نعم، نبقاو دائما على الجانب التقني مع المحلل الرياضي رضوان، يعني في نظرك بقى المنتخب الجزائري ماني ماشي تقليل منه، واني بقى كيكافح وكيقلب على تقليص الفريق حتى الدقيقه 90 فاش في تسديده قويه تمكن تسجيل الهدف الوحيد ديالو في المباراه، ولكن تكتيكيا يعني شنو هما الاخطاء اللي وقع فيها المنتخب الجزائري؟ انا كنظن الاختيارات ديال المدرب كانت شويه مجانبه للصواب، هذا راي شخصي. المنتخب الجزائري بقى مامن بالحظوظ ديالو، ولكن لا ننسى انه راه في المقابل كان المنتخب التونسي بامكانه يسجل جوج الاهداف خصوصا في 10 دقائق الاخرين. اظن ان العموم هذه المباراه، ولكن القريحه الوطنيه ما بغاتنيش بقى نتكلم على هذه المباراه، انتهت مقابله جيده ديال المنتخب الوطني المغربي. رسالتي للاعبين غيشوفوها ولا ما غيشوفوهاش، ممكن يبقى هذا دور ديال واحد من عامه الشعب. كنتمنى منهم انهم يلعبوا بقتاليه، وانه يعرفوا بان راه 40 مليون بالملك ديالهم، ملك وشعب كيتسناوهم انهم يفرحوهم. علاش؟ لانه المغاربه ما عندناش فاش غادي نفرحوا حنايا في شي رياضه اخرى حاليا في هذا الوقت بالذات غير كره القدم. بغينا المغاربه يفرحوا، بغينا ان شاء الله. حنا كنعرفوا بان راه المسؤوليه صعيبه وما ساهلاش انك تربح جوج المقابلات ومع جوج ديال الفروق اللي هي قويه، وخصوصا منتخب السنغال اللي هو من ضمن المرشحين لوصول المربع الذهبي.
كنتمنوا ليه متمنيات، ما يمكنش لنا كيف قال السي المغودي ما يمكنش لينا توقع كيبقى نديروا ان نقولوا متمنياتنا ان شاء الله الفوز المنتخب المغربي غدا بثلاثه نقاط، ونشوفوا المباراه الثانيه شنو غادي تكون يعني النتيجه ديالها، ومن ثم غنعاودوا داك الشيء اللي ما كناش كنتمناوه هو وما كناش بغينا نوقعوا فيه، هو داك الحسابات كندون تحاس خاص هذا المفروض علينا دابا يعني علاش هزيم الماتش المباراه الاولى يعني ما كانش مفروض علينا يعني حاليا تفرض علينا ما كانش مفروض علينا، كان بامكاننا اننا ما نهزموش في المقابله الاولى، المهم اللي عطى الله هو هذا اللي وقع ولكن انك تتمادى في نفس داك الاخطاء وفي نفس داك اللعب وانت كتحس براسك، كنظن ان راه يعودوا اللقطات، راه كاين بعض اللعابه اللي كانوا كيتساراو، نهضروا بصراحه، وكاين اللعابه اللي هما قاتلوا بحال نبيل ضرار بحال بوحدوز بحال بوحدوز اللي كيتقاتل تم اختياره يعني ماشي كافضل فقط لاعب في المباراه، ماشي ما كنعرفوش الكره باش هما يعطيو احسن لاعب، وحنا راه كنفهموا في الكره، والمغرب كلشي كيفهم في الكره، الشيء في المغاربه كاع اللي هو مهتم بكره القدم ولا كيفهم فيها بزاف. علاش التشكيله المثاليه في الجوله الاولى ديال كاس افريقيا كيضحكوا عنا حتى من جيزي، ودي ما يعطيو حتى واحد احسن لاعب وربحوا حنايا المنتخب الوطني ياخذ ثلاثه نقاط، كتسمى المصلحه العامه تغلب المصلحه الخاصه، فهمتي؟ هذيك ديال غيديروا في التشكيله المثاليه وسميتو ما بانش لي انا شي لاعب اللي هو مثالي، بعدا كاينين لاعبين جيدين ولكن ماشي كيتسمى لاعب مثالي. حتى في التنقيب ديال الصحف الاجنبيه يعني في التنقيب ديال اللاعبين المنتخب ما تجاوزوش نقطه لا باس به. يحترم الاداء ديال اللاعبين هو العلل اللي عنده شرعيته، لان لاعب وكان لاعب وكان كويري كان فنان عنده شرعيته. انا الراي ديال رضوان العلالي نحترمه ونقدره، ولكن ما نحترمش الراي ديال المعلق معلق ما يمكنش يعرف اللاعب اكثر من اللاعب الاخرين. صراحه على 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 الكلام ديال مثلا ديال السي المغودي ديال الاستاذ المغودي على المعلقين، يعني ما شفناه في المعلق اللي علق على المباراه ديال المغرب في احدى القنوات العربيه، راه عيب وعار انه كيتكلم هو مغربي وكيفاش كيدوي على اللعابه المغاربه. فجلال يعني شي حوايج كيبينوا لي واحد الحاجه وحده اللي هي مرض خيب كينخر الجسم ماشي الرياضي، الجسم ديال الانسان. علاش لو كتلقى واحد مغربي وكيتسنى امتى يطيحوا المغاربه باش يبدا يطعن في حنا ما كان مثلا ملي كتكون كتهضر ما اسمع لي على المستوى ديال اللاعبين، وكان نكمل انا الفكره ديالي ونقول السؤال ديالك. دابا ملي كنوليو كننتظروا حتى داك اللاعب كيولي عنده واحد التخوف، راه غيعتر لا خصنا نوقفوا. دابا حاليا انا ملي كننتقدوا النقد البناء، ماشي النقد الهدام، انه ننتقدوا نبقاو لا انتقدناك على مباراه ما، ونتمناو منك انك تصلح نفسك في المقابله المقبله. علاش؟ باش نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو تحقيق نتيجه ايجابيه. فهمتيني؟ انا ملي كنقول النقد البناء، انا ملي كنهضر عليه واحد اللاعب وكنقصدو بعينه فعلا راه ما كانش، ونهار اللي يكون غنقول ليه برافو راك كنتي انت احد المفاتيح ديال الفوز ديال الفريق الوطني، وهذا عادي، هذا الشيء اللي خصو يكون. حيت دابا داك النفاق الاجتماعي ديال انه اللاعب ما كانش في المستوى تيقول لك انا التنقيط ديالي البصوفه 5 على 10. اللاعب كيشدها بنعطيها خصو يمشي عنده ياخذها لي من رجله باش يلعبها، كيمشي ياخذها من عند هذا وكيمشي يخدم ولادنا اللاعب واحد هو اللي غادي ياخذ لينا ما كيبحثش على حلول باش ماشي لا كاين واحد اللاعب كاين واحد اللاعب اللي كيتسمى صانع اللعب، كيبقى من وسط الميدان والفوق عند الهجوم، يعني ملي كيكونوا جوج واه بحال الاحمدي اللي هو مثلا كنسميوه حنايا كاسور دو جو، يعني هو اللي كيهرس اللعب، فهمتي؟ هذاك هو اللي كيقلعو كيعطيها وكيوصلها لك انت، وملي يوصلها لك كتعطيني اللمسه الاخرى. ملي انت كتجي تشد من عند بن عطيه كي غادير ليها باس ديك سيوكا ما غايفيد في شيء، ما غايفيد حتى شي حاجه، ولكن الا خديتها من وسط الميدان للهجوم هذيك اللمسه ديالك هي اللي خصها تبان، هي اللي ما كانتش، هي اللي راسلنا الكواري في الجانب او الكره الطويله مع تواجد بوحدوز بوحدو اللي كان كيتهز وكيطع، ولكن ما كانش داك لو سوتيا، ما كانش داك البناء. نعم فهمتي طريقه اللعب ديال المنتخب المغربي، اسمح لي انا انتقدت فيها المدرب رونالد داك الكبرياء ديالو انه ما عرفش شنو هو، راه زعما راه جا درب بحال درب شي بحال هو جا من كان كيتريني ببرشلونه ولا ريال مدريد وجا لشي فرقه صغيره، فهمتي؟ انت انسان جيتي راه غتصنع اسم ديالك، الا حققتي شي انجاز ما حققتيش المغاربه، حققتي لنفسك انت في البالماريز ديالك كمدرب،
في القائمه ديال المدربين لحقوا انجازات في القاره الافريقيه. وبالتالي الا جيتي تخدم راك كتخدم بمقابل ومقابل ربما تلقاش في دوله اخرى. نيتف خلال الندوه الصحفيه اللي كانت اليوم يعني رشيد غنضارب انا وياك خليني نكمل الله يستر عليك ما ناخذ شي فكره نكملها نساليو الحلقه ونضربوا ماشي مشكل. غير واحد النقطه تكلمنا على تصريح ديال المدرب ريفيرونار اليوم كانت الندوه بالملعب اويم يعني تحدث على الهزيمه ديال الكونغو الديمقراطيه واعتبرها انها الاولى من بين 15 مباراه اللي جراها في نهائيات كاس افريقيا وحتى هي اثرت عليه نفسيا يعني بحال كيدوي على الامجاد ديالو مقارنه مع النتائج ديال المنتخب المغربي. شوف سي رشيد رونار واضح رونار نجح في افريقيا على مرتين جا المغرب بعد واحد الايام تبين له بانه تورط وتبين له بان المسار ديالو غيتضرب بدا كيقلب على مخارج من هذه الازمه وافتعل مجموعه من المعارك من المعركه ديال زياش وهنا غنفتحوا حلقه ونقول بان القجع كان ذكي في هذه المعركه لان رونار كان باغي يدير معركه باش يمشي بحاله القجع خلاه بون دابا الان ملي كيدير التصريحات رونار معروف بالتصريحات ديالو لانه يريد ان ينتصر لنفسه ولا يهمه المغرب تبقى الصوره ديالو ولكن السؤال اللي خصنا نطرحه الان وهنا اللي ما متفقش مع جزء كبير من الاعلام الرياضي المغربي واش الان المعركه ديالنا حنا كاعلام رياضي مغربي مع رونار ولا مع اللي جاب رونار هنا فين كنختلفوا انا بالنسبه لي رونار باغي ينتصر هذا انسان باغي ينتصر راسو باغي يقزمنا هذا انسان التاريخ حنا ما محتاجينش فيه رونار انجازاتنا ما محتاجينش فيها رونار اخفاقاتنا ما محتاجينش فيها رونار ولكن يجب ان نحاسب وان نسائل من اتى برونار ومن اعطى لرونار هذه المساحه الكبرى باش يتفشش علينا وباش يبقى يبخص المسار ديالنا وباش يبقى ما تكونش عنده اثر على الامور هذه شكون بحد يعني مثلا فاز بجوج ديال الكؤوس الافريقيه يعني ودرب المنتخب الكوت ديفوار اللي فيه نجوم ونجوم كبار وقدر انه يتخلى على دروغبا في واحد الفتره من الفترات يعني انه يبعد زياش مساله عاديه كتعتبر لي خاصني لما لقاش اللي يوقف قدامه لا زياش ما رجعوش للموضوع ابعاد زياش لم يكن باختيارات تقنيه نهائيا والدليل على ذلك هو التصريح ديال المرابط اللي من احسن اللاعبين لا اداء ولا اخلاقا ولا انضباطا داخل المجموعه قال هادشي ما يقال على زياش راه عيب وعار دونك يؤكد الطرح ديالنا اللي مشينا فيه نهار الاول بانه لم يبعد الاختيارات التقنيه كاين حسابات كاين عندنا السوسات في المنتخب المغربي انا اللي كنقول الان هذوك السوسات اللي مسؤول عليهم هو اللي خصو يتحاسب السي رشيد انت دابا الان في البرنامج انت اللي اخترت رضوان العلالي وانت اللي اخترت المغودي راه الا دار شي انفلات المغودي ولا لا داروا رضوان العلالي اللي انت اللي غتحمل المسؤوليه ما نحاسبش رضوان وما نحاسبش المغودي انت اللي خصك تحمل المسؤوليه الان يجب ان نحاسب من اعطى هذه المساحه الكبرى لرينار اللي حتى ولا كيبهدل المغاربه شكون اللي عطاه خلى له هذه المساحه كلها باش يبهدل التاريخ ديال الجامعه يبهدل التاريخ ديال كره القدم الوطنيه رونار ما عرفش نهار اللي جا في الندوه الصحفيه وخليني نوقف على هذه النقطه مزيان نهار اللي جا في الندوه الصحفيه وبغوا يقدموه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم استعملت جميع الاحتياطات باش ما يحضروش الصحفيين الذين سيستفزون رونار وسيستفزون الجامعه خاصه من بعد اقاله الزكي لا لا انا ما كنناقش الاقاله الزكي كنناقش رونار لان منا كنا غنجيو لتم كنا غنقولوا رونار ها تاريخنا وها طموحتنا وها شنو باغيين هادشي ما تقالش هادشي ما تقالش رونار وتم تحديد الاهداف يعني في الندوه الصحفيه لا ما تقالش رونار رونار ولا متعامل بديك القضيه ديال الكبرياء ومتعالي جدا على 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 الكره المغربيه على المنتخب المغربي وهنا من باب الامانه احيي طارق دياب لان جات الغير على المغاربه وللاسف لاعبين مغاربه كيحلوا في البلاطوات ديال القنوات عربيه كبرى ما جاتهمش النفس على المغرب نعم رساله شرت لهذه المساله ديال رونار شرت ليها لانه بداك التعالي ديالو بدا انا شخصيا هذا هو اللي بغى اللي كيعطيني شي راتب شهري من شي جهه معينه جا يحبسه ما كيعطيني حتى شي واحد العاطي الله
انا غير مغربي غيور نقول شي حاجه اللي هي كاينه واللي ممكن يقولها اي مغربي مريح كيتفرج في دارهم ولا في القهوه مع الاصدقاء ديالو يقدر يقولها. يعني انا تنقول شي حوايج اللي كنعيشوا به لان ود الشعب، كنقول شي حوايج اللي كيقولهم اي واحد ود الشعب. كنقول انا شكون هو هذا رونار باش غيتهالى على المغرب؟ بزاف عليه المغرب. اول حاجه هو جا للدار كبيره جا كياكل ويشرب وغادي يعمر، ولكن حاجه وحده يدير على خدمته. هذا مطلوب منه. ما قلناش لي حنا غير لينا شي حاجه ودينا كاس افريقيا وكاس العالم بعدا باش غايقول انا كنت في كوت ديفوار. كنت في كوت ديفوار كانوا فيها نجوم، راه هما صنعوا منك انت مدرب باش غادي تجيبك من المغرب بواحد الصالير بواحد ديبري بواحد الامتيازات كبيره، فهمتي؟ راه ما كنتيش ما كانش رونار كيتريني ببارسلونا على اي هادشي السابق الاوان ديالو، غير هو اللي خلانا نقولوا هادشي هو هضرته كان يكون اكثر ليونه، ما كانش يخرج بهذيك الخرجات. وانت بعدا ماشي غادي كان باش تخرج خرجات، غادي باش تجيب نتائج، جبنا نتيجات، جبنا الرباحات، جبنا الانتصارات والفرحه، فهمتي؟ ماشي تحضر، فهمتي؟ وهذا الشيء انا ما اظن ان هنا كلوم انا المكتب الجامعي ان اعطوه حريه ديال التصريحات بزاف. انت مرتبط بالكان، هضر في الكان، ما تبقاش تهضر على المغرب وكذا، وقد تجبد لينا شي حوايج ديالك كنت عايش عليهم شحال هادي ولا، لان رونار ملي مشى الكوت ديفوار او لا زامبيا ولا ما كانش اسم كبير. ربي دابا كيجبد 2004 من 2004 ما كانش غادي يبقى عايش على الاطلال. اللي عرف يعرفوا الناس المسؤولين هو راه جا المغرب، هو نهار جا المغرب راه حتى هو ملي شاع راه بدا كيشوف المغاربه شنو حقه، بدايه من 86 و 2004 و 98 وسميتو، يعني راه شاف انه راه المنتخب المغربي راه عنده تاريخ، عنده لعابه اللي دازوا ربما هو كلاعب ما انا ما كنعرفوش، فهمتي ولا لا؟ يعني ما خصش انا ما بغيناش نمسو به، ولكن ملي كيتعلق الامور بالمغاربه بالمغرب يجي شي واحد يضحك عنا لا ستوب. كنظن الا كان هذا كاس افريقيا غيفارع مع دخين يمشي فيها الله يعاوننا عاونو، لانه ما خصوش يهضر على المغاربه بحالك، خصو يعرف راسو راه جاي بلاد الشرفه، جاي ياكل ويشرب وياخذ الفلوس، يعني كيتخلص مزيان. وحنا ما كنقولش ما نخلصوكش مزيان، ولكن العطاء ماشي باش تجيب تنتقدنا وتبدا تصغر منا، لا حبس. المغاربه راه شويه حارين، راه ما يرضوش بهذا الشيء. حنا عطيناك منتخب فريق وطني، عطينا كل المتطلبات تم تجهيزها لك، اذا ما عليك الا كتخدم ماشي بفمك، خدم العمل على الارض الواقع كمدرب، انك تجهز لنا فريق وطني وتجيب لنا نتائج، لان الاهداف ديالنا خصنا حنا ملي بركنا معك سطرنا معك اهداف. مثلا المكتب الجامعي الا كان سطر مع شي اهداف النهار الاول، اشنو المتطلبات ديال المدرب؟ هذا الشيء معمول به في العالم كامل، ها المتطلبات كذا ملي كيتوافقوا عليها كيقول لي اذا احنا ها المتطلبات ديالنا كفريق وطني اشنو هو؟ وصلنا الى النهائيات، وصلنا للدور الثاني او مربع الذهبي أو الى اخره. ولكن انك انت باقي الماتش الاول خسرتي دغيا، فاز تمس بينا، الله يرحم الوالدين، حبس لا انت ولا اللي معاك. انا المغرب هذا، انا المغاربه هذا، ما قالتش الله احنا راه سمحنا في ولد البلاد، كان شاد الفريق الوطني وكان غادي مزيان وسمحنا فيه الزاكي، ولكن ملي ما كاين باس سيدي خلي الزاكي، ما الزاكي غادي يموت بلا تدريبو المنتخب ماشي مشكل، جابوا هضره ولكن راه عرف مع من كدوي، وعرف راه المغاربه هادو المغرب هذا. شي اللي بغيت نقولو قلتي واحد النقطه مهمه هو في توفير الظروف الملائمه للمدرب ملي كيجي انه يشرف على المنتخب المغربي. في نظرك المغربي واش توفير المعسكرات الهاي كلاس وتوفير كل المعدات ومنها لي بريم ومنها بزاف ديال الامور، واش كافي الجامعة باش انها تكون مسؤولية تزيدها على المنتخب المغربي؟ شوف رسالتي للجامعة هي خصها توعى بان المغاربة راه ماشي بولادها، راه المغاربة بلاد ديال العلماء وديال المفكرين وديال الادباء وديال الشعراء وديال الكويرية وديال السياسيين وداك الشيء، راه حتى شي واحد ما يجي يستبلدنا. هذا الشيء ولا كيدور؟ لا راه ماشي حتى شي واحد، لا ماشي يشتحوا يستبلدنا. اولا هاد الشيء راه كله من المال ديال الشعب، راه حتى شي واحد ما جاب لنا شي حاجه من شي دوله اخرى، المال ديال الشعب يصرف على كره القدم الوطنيه. اي شركه جبتها وتقول لها غتصرف هذه الفلوس وديك الشيء راه غتصرف، دونك بلا ما يبقوا يخربقوا علينا ويبقوا يروجوا علينا كل شيء. اللي كيروج هذا الشيء شكون؟ هو الاعلام المصطف الى جانب الجامعه، بغاو يبرئوا الجامعه ويحملوا كل شر رونار. واحد جوج، رجعوا للتجربه اللي قبل ديال السي فوزي القجع مع علي الفاسي الفهري، راه كاريس راه كان كيتخلص 300 مليون في الشهر، راه الشروط اللي توفرت لكاريس واللاعبين راه البحبوحه كانوا كيعيشوا فيها، ولكن فشل. الدور ديال المكتب الجامعي ماشي هو توفير هذه الشروط، هو حمايه المنتخب المغربي ومحيط المنتخب المغربي من السوسات. القجع
فاشلا فشلا ذريعا في حمايه المحيط ديال المنتخب المغربي. واضح سي لارغيت جا باش ينجح ويبين للمغاربه راه نجحت اكاديميه محمد السادس. مع كامل الاسف النتيجه لا اكاديميه محمد السادس نجحت لا المنتخب المغربي نجح. جوج عندنا مصطفى حجي ادبيا اخلاقيا ملي كنغيروا ان ستاف كيتغير كامل. يعطيني تفسير كيفاش تغير الصف كامل وبقى مصطفى حجي. اعطيني تفسير. مساعدة تقنية للمدرب الجديد. مصطفى حجي اشتغل مع الزاكي. ملي حكموا الناس ديال الجامعة على الزاكي خصو يتبدل خصو الصف كامل يمشي ونجيب مصطفى جديد. ملي بقى مصطفى حجي كيتطرح مجموعة من علامات الاستفهام. أنا نرجع معك لواحد المسألة أخرى سي. حنا كنناقشوا كنقولوا بأن رونار هنا. مزيان ما مختلفينش عليها. ولا متفق مع رضوان العلالي طولا وعرضا في ولكن اقول أسوأ اهانه كانت من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. ونعطيك جوج نقاط. واش الجامعه اللي سمحت الرونار يدير ندوه صحفيه من السنغال باش يبرر النتائج باش يبرر الاختيارات ديال التشكيله المغربيه من السنغال؟ الفيديو مسجل معه بالتليفون هو في السنغال. اليست اهانه للاعلام الرياضي المغربي وللراي العام الوطني المغربي؟ جوج انت السي القجع معروف فيك النهار اللي بغيت تمشي للعيون دي الطياره ديال الصحافه. عظيم قضيه الوطنيه وديك المسائل ما كاين مشكل. النهار مشيت للمقابله ديال الفتح وديال دبي ديت معك الطياره ديال الصحافه وارجون دو بوش والقيامه وديك المسائل مزيان. دابا السي القجع انا عندي لك سؤال واحد، من الاهم؟ هل المنتخب المغربي ومعسكره ام مقابله ديال الفتح ودبي؟ أم مقابلة ديال بعض اللاعبين في مدينة العيون بيثين في مراكش وفطرين في مراكش ومشاو يلعبوا كويرة وجاو بحالهم وبيثين في مراكش؟ من الذي أهاننا وفتح المجال لرونالد لإهانتنا هو فوزي القجع وليس غيره. نعم وجهة نظر محترمة، يعني الرأي ديالك يعني كيبقى المسؤول عليه بطبيعة الحال. هل نتكلموا في تفاعلا بطبيعة الحال مع المشاهدين ديالنا على الصفحة الرسمية للقناة؟ يعني محسن صديق كيسول يعني على الجانب التقني، واش مباراة للغدا واش غادي تكون في نظرك حضور ديال المهاجم يوسف العربي؟ هو بغى يعلم شي علم ما كاينش ما عرفش يعني على حسب اللي باين هو. شوف مباراة ديال غدا من اجل ثلاث نقاط لا غير، ومن اجل ثلاث نقاط لا غير ثلاث نقاط. في نظرك شنو غادي يدير المدرب؟ اعطيني على الوقت ونقول لك. الوقت ديالاش؟ اعطيني الوقت باش نهضر. وي اعطيني الوقت نطرح لك سؤال بعد. راك طرحتي السؤال دابا كنبغي نجاوبك. السؤال هو ان غتعاودوا عاوتاني السؤال. كيقول باللي في نظرك المباراه ديال غدا امام الكونغو الديمقراطيه واش كتشوف ان يوسف العربي غادي يكون حاضر كمهاجم من اجل تحقيق؟ انا ما يمكنش لي غنعرف واش حاضر ولا ما حاضرش. شوف المدرب اش داير، ولكن اللي خصو يكون واللي كنتمناه يكون هو راه خصو يلعب بثلاثه ديال المهاجمين، يعني واحد في اليمين واحد في الشمال واحد قلب هجوم، ولعبوا بخمسه فوستيران وثلاثه في يعني ثلاثه 3-5-2 يعني جوج المهاجمين وراهم لاعب 10 كيف كنقولوا صانع العاب اللي غادي يلعبهم اللي يوصل معاهم كيتعتبروا في واحد اللحظه ثلاثه. وفي البدايه تحط يلاه كتحط خطه كيبالوك جوج كيبالوك 3-5-2، ولكن دوك 5 عندهم واحد الادوار مختلفه اللي كيقوموا بها. في لحظه كيولي مهاجم في لحظه كيولي مدافع. على اي غدا الخطه اللي خص اللي نتمناو انها تكون هو انها تكون خطه هجوميه لكسب ثلاثه النقاط، وما عندنا حتى شي حاجه اللي غنخافوا عليها ولا اللي غنخسروها. نخرجوا شتي قسما بالله العظيم ويدخلوا ويلعبوا الكره كما يجب ويتقاتلوا. ما بغاتش كره المغاربه كيصفقوا يقول لك هاد الناس داروا اللي عليهم. الكره ما بغاتش الحظ ضرار، الكره هي هذه. ولكن كل مشاركه كيوقع لك فيها نفس الشيء اذا كاين واحد الخلل. واحد الخلل مثلا ك سي الماغودي بصفته كناقد رياضي كيهضر شي حوايج اللي هو عنده درايه بهم كيعرفهم. الا كان هادشي اللي تيقول سي الباغودي بحال هكا صحيح راه خطير. هادشي راه خصو توضع واحد المحاسبه في هادشي. انا بغيت نعرف هذوك النواب البرلمانيين ما فهمتش شنو هو الدور ديالهم اللي ما وقفوش على بحال هاد الحوايج. لانه وزاره الشباب والرياضه انا بغيتها شي نهار نشوف شي وزير من هاد وزاره الشباب اللي تعاقبوا انهم شي نهار دواو على اللاعبين القدام يدخلوا في الادارات التقنيه ديال النوادي بزمن النوادي بزمن داك من الرؤساء. علاش؟ لانهم هما اللي غيخدموا الكره المغربيه
والاساس الا ما كانش مبني على الصح راه كنظن داكشي قد ما على غادي يطيح. علاش؟ عطاك انا انديه مغربيه قويه وكتلعب يعني على مستويات قاريه ولكن ما عندهاش مدارس قويه. هناك مدرسه، المدرسه الا كانت عندك مدرسه وجي تجيني في الاخر ديال العام ملي تسالي البطوله او في فتره الانتقالات شويه بدا تشري باربعه وبخمسه لعابه وبسته لعابه بالملايير وما كاينش كيتحاسب معاك وكاينش كيدوي معاك ونهار الجمع كيدوز داكشي بحال شي عرس وقاعه الافراح والضحك اللعب والتصفيق. اسمع لي ما كاين شكون اللي كيحاسب هاد الناس. كنظن انه دابا ولات ملي شي وزير دار شي غلطه كتنوض ديال حملات فيسبوك كينزلوا عليه كيطير. ميدان واحد اللي باقي فيه الخبز هو الكره القدم. عطيني شي نهار بغيت نتمنى ديك اللجنه ديال جستي جطو انه جات لشي نادي ودقات في الحسابات ديالو واحد 10 سنوات اتحد راه هذا هو الفساد الرياضي. هو هذا اللي كنوصلوا ليه راه عادي جدا يوقع علينا هادشي ويوقع علينا اكثر نكذبوا على الحال ديال الكره المغربيه. علاش؟ حيت هذه سنين واحد 20 عام و15 عام ملي عقلت انا ما حتى حاجه ما تصلحت تحزمت خدمة الاساس ديال الانديه ما تخدموش كياخذوا الدعم ديال 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 وزاره ديال دي اقول ديال سيدنا هو اللي خصص لهم الدعم. علاش؟ باش يحمروا الوجوه في الرياضه والناس تخدم. انما تحطوا ناس في 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 مناصب في مناصب ديال مثلا ديال فرق رياضيه ما عمرك انت كتسمعهم ولا عمرك شتيهم في التيران ولا عمرهم جاوا تزاحموا معاك وعرفوا اخبار النادي ولا كانوا منخرطين حتى الوقت اللي بغاو المناسبه ديالهم قبل من سميتو دارت الامور سطره ولا رئيس راه كيسير فرقه. هذا هو المرض. حيت اللي غادي يسير فرقه راه كيقول لك الا بغيتي عرس ليله راه تدبيرو عام. راه اللي بغى يسير ليا فرقه راه خصني ما نحطو في المنصب ديالو وما يدار في هذاك المنصب حتى نشوف هو الصالح ولا ما صالحش واش يقدر يخدم الرياضه المغربيه ولا ما يخدمهاش. عاجي حط كما كيكون تكوين ديال الحكام، تكوين ديال المدربين، تكوين ديال الاطر، خصو يكون تكوين حتى في التسيير الاداري ديال تكوين الاطر ولا تكوين الحكام راه داخل حتى هو في المنظومه الرياضيه اللي كنهضروا عليها بصفه عامه. حنا كنهضروا على الرياضه بصفه عامه. كرة القدم ما عرفت هادشي غادي نبقاو فيه وراه ربما الا جينا رجعنا للارشيف غنلقاو اللعابه قدام حتى هما دواو نفس هادشي وحتى هما كاين اللي دوا بهاد القريحه اللي تندوب انا تنتمنى من الجمهور والاخوان يعذروني انا تنهضر هك حيت كنهضر كنهضر من قلبي يعني شي حاجه اللي هي دا كيبقى فيا الحال. انا لعاب ودوزت لعبت الكره حتى انا بقى شي حوايج ما بغاوش يتبدلوا باقي داكشي ديال باك صاحبي والتليفونات وهذا رئيس وهذا مع هذا وهذا دافعين وهذا الجهه لا صح حتى عندما تسند الامور لغير اهلها. نتكلموا ما غادي واحد النقطه اللي كلشي دابا كيتكلم خاصه مع النتيجه الايجابيه ديال المنتخب التونسي مع ضد الجزائر والفوز اللي حقه يعني كلشي كيتكلم على اللاعب المحلي. ما رجعنا شويه للوراء بقياده محمد فاخر في شان المشاركه الافريقيه يعني الخروج من الدور الاول يعني اصلا حتى النتائج الاخيره ديال اللاعب المحلي ما كانش في المستوى. شوف سي رشيد انا بعدا واحد النقطه قبل ما نرجع لهذا السؤال لان هذا الشيء راه ناقشناه وغادي نرجعوا ليه عاود من جديد. دابا الاعلام كله كيتكلم على ان الجامعه وفرت الامكانيات كثيره للمنتخب المغربي ياك مزيان ولكن علاش ما كيتكلموش على واحد المساله ان فوزي القجع كيتنقل بطائره خاصه. دابا حنا نهضروا غير على شنو كيتوفر لديك الاولاد وما هضرناش على القجع كيتنقل بطائره خاصه. هذه ما نهضروش عليها هذه نسكتوا عليها. وانا كيبان ليا اذا كاين الفساد في الرياضه راه كاين حتى الفساد في الاعلام واحد جوج. ولكن مثلا كسؤال عادي يعني مثلا في كاين المشكل تكون طائره خاصه للرئيس الجامعه باي حق باي حق راه فين هو الرئيس ديال الفيفا ملي جا لعندنا جا في طائره جا في في في, في سفر عادي بشكون انت باش نعطيوك طائره خاصه تمشي بها؟ هذيك الملايين التي تصرف على الطائره الخاصه نمشيو نصرفوها على الانديه في الهوال نصرفوها على الانديه في نصرفوها على على على, على الانديه في المناطق اللي عايشه المجاعه. لا يحق له ومن سكت على ذلك فقد سكت على المنكر. انا بالنسبه لي الطائره الخاصه ديال 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 القجع انا كنعتبرها من حسني سليمان كان كيمشي في طائره خاصه علي الفاسي فين كان كيمشي في طائره خاصه باش انت شكون من يحميك تصرف في المال العام بهذا الشكل هكذا. فيما يخص اللاعب المحلي ومحمد فخر انا نقول لك انا نرجع معك معلاش نرجعوا لهذا الموضوع ديال محمد فخر. اصلا تعيين محمد فخر على راس المنتخب المحلي كانت لترضيه خواطر بعض اعضاء المكتب الجامعي. ديك السنه كان كيتشكل المكتب الجامعي اللي عنده شي واحد
حبيبه جا حطوا لينا في الجامعة. باش بلا ما نطولوش في الهضره. ثانيا المنتخب المحلي ما كانش عنده استراتيجيه. المنتخب المحلي كان خصنا منين نجيبوه نفرضوا واحد العمار ما يفوتناش 22 عام 23 عام باش نربحوا المستقبل. محمد فاخر في التجربه ديال المنتخب المحلي مع كامل الاسف كان يبحث عن الربح الشخصي وليس عن ربح كره القدم الوطني، وهذه نقطه كنت شخصيا عبرت على المعارضه ديالي عليها جهرا، لان انا ما عندي كيف قال السي رضوان انا ما عندي تربح، الربح عندي هو الرياضه الوطنيه. نعم اخر سؤال رضوان، يعني مباراه الغد، يعني مباراه غتكون الفوز هو الشعار ديالها هو العنوان ديالها، ما عندكش بديل الفوز والفوز الثاني خصك الفوز وتنتظر المباراه الثانيه خصك تفوز فيها، ما يبقاش تماك كوت ديفوار ولا ما ياك هو المدرب كيعرف كوت ديفوار وكيعرفها وترين ابو عارف كل صغيره وكبيره عليها الفوز، تمنوا انه يفوز عليهم يعني كيعرف عليهم كل شيء يعني كان هو مدرب، نتمنى ان شاء الله باش يفوز عليها. قلت لك المتمنيات ديالنا ان شاء الله هو المنتخب المغربي يفوز، هذا مش اكيد راه تيجي واحد ما يخذ قال السي المغودي حتى واحد ما يشكك في الوطنيه ديالنا، حنا كيف حنا كنهضروا راه باين اللي كيهضر بقلبه وباين اللي كيتصنع، راه حنا راه ماشي كن كن كنماكي وهذا وعاد تصب الشتا وطلع الماكياج وبقى هذاك الشيء خاصه حتى طوكو ما بانش بواحد المستوى اللي زعما اللي يقدر انه انا بشوف المستويات متقاربه، المباريات الاولى ما كيبينوش لك الفرق، انا المنتخب التونسي ها هو ينهزم والجزائر تعادلت وكانت ممكن انها تفوز وجات تونس اللي هي خسرت اليوم ربحت الجزائر وباقناع رغم تواجد عناصر كبيره في المنتخب الجزائري مقارنه مع المنتخب التونسي. المقابله الاولى ما يمكنش تحكم عليها، هذا الشيء علاش حنا قلنا المنتخب الوطني ما كاين باس ضيع شويج مع وجود لاعبين ليست لهم تجربه افريقيه مثلا في المناسبات الافريقيه، حتى هذا من الجانب ما نساوش، حنا راه ماشي تنهضروا غير حوايج اللي هما كنهدموا، لا راه كنهضروا شي حوايج وكنلقاو لخوتنا هذوك راه خوتنا كنلقاو لهم اسباب اللي ندافعوا عليهم بها، ولكن غير كيف قلت اعطيونا غير نحسوا بهم ديك كيتقاتلوا فهمتي كيموتوا معانا كتقول على الاقل شيء الدراري بعدا راه ما خدلوناش راه الناس تقاتلت ودارت وبغات توصل وما جابش الله كترضى، لان كره القدم راه هي هذه راه منتخبات عالميه وكيجي واحد العام ما نتمناه ان شاء الله غدا هو تحقيق نتيجه ايجابيه وان شاء الله المقابله الاخرى حتى هي نحققوا نتيجه باش نمروا للدور الثاني واش غنقول لا اله الا الله محمد رسول الله يصوب نتمنى من الله التوفيق هادشي اللي كاين. شكرا لك رضوان، شكرا لك استاذ مغودي على الحضور ديالكم معنا، حظ موفق بطبيعه الحال المنتخب المغربي للمباراه المقبله اليوم غد الجمعه، غتتابعوها بطبيعه الحال على قناتكم شوف تيفي. نشكركم على الحضور وعلى المتابعه والتفاعل ديالكم معنا في الصفحه الرسميه شوف تيفي.ما. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.